بورصة انتقالات يناير، هل ينتقل كهربا إلى هاتاي التركي؟ أبرز الصفقات المنتظرة، بيضحكوني والله، في الدوري المصري. كهربا معقولة؟ طيب احنا معانا الأستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي المعروف، أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا يوسف، إيه وأهلا الأحوال؟ بكل متابعينك. قول لي بقى، كهربا ماشي ولا إيه؟ لا مفيش ولا ايه، كهربا خلاص في هاتاي سبورت التركي لمده 6 شهور، موجود بتمام بند بيمنح النادي التركي حق شراء كهربا بنهايه المده. يمكن المفاوضات بقى لها تقريبا 2 اسبوع، وكان في مندوب من النادي التركي موجود في القاهره. الاهلي كان في الاول متحفظ على فكره وجود بند بيدي النادي التركي حق شراء اللاعب بعد كده، ولكن الانديه الاوروبيه ما بياخدوش لعيب اعاره الا بالبند ده. مفيش لعيب هياخد منك اعاره وياخد لعيب اعاره يجهزه لك ويرجعه لك على طبق من ذهب، لازم يكون في بند يديله الحق ان هو يشتريه. ولكن الاهلي برضو امن نفسه ان خلى قيمه الصفقه هتبقى كبيره جدا في حاله اتخاذ النادي التركي قرار بشراء كهربا، هيبقى مضطر ان هو يدفع 3 مليون دولار وده رقم كبير. الاعاره بس هتبقى 500 ألف دولار، وخلاص دلوقتي العقود بتتراجع في الاداره القانونيه في الاهلي، واللاعب يعني بشكل كبير هيسافر يوم السبت الجاي لتركيا، وهو مد عقده كمان مع النادي الاهلي لمده 2 موسم، بخلاف طبعا الموسم او الموسمين اللي كانوا متوقعين في عقده قبل السفر. فهو خلاص يعني قولا واحدا كهربا لاعب في هاتاي سبورت التركي ان شاء الله. ايه صفقات تانية منتظره بقى؟ بالنسبه للاهلي يمكن في كلام كتير عن ان الاهلي عايز يتعاقد مع مدافع، في كلام عن محمد فتح الله كماتشو لاعب غازي المحله، ولكن انا باكد لك استاذ يوسف ان هو خارج حسابات الاهلي تماما. اللعيب اللي هيرجع الاهلي او هنعتبره صفقه هو محمد عبد المنعم، لاعب الاهلي ولاعب فيوتشر المعلق فيوتشر ولاعب منتخبنا الوطني، ولكن فيوتشر رفض ان هو يقطع اعارته ويرجعه للاهلي في يناير، فهو بالتالي هيرجع النادي الاهلي اخر الموسم، فممكن نعتبر ده هيكون صفقه من صفقات الدفاعيه في اخر الموسم. ولكن الاهلي بنسبه كبيره او لحد دلوقتي ما فيش اي صفقات في يناير، لان اداره الاهلي شايفه ان هي عندها قائمه كامله على كل المراكز، فبالتالي مش محتاجه ان هي تجيب لعيب في الشتاء. ولكن في اكتر من لعيب بيتحضر، زي احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، انا بكلمك طبعا على الاهلي بالتحديد، يعني احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، بنتكلم طبعا في محمد عبد المنعم، مهند لاشين خلاص كان في كلام عليه ولكن هو خلاص وقع لبيراميدز، يمكن في الساعات اللي فاتت دي في خلال الساعات اللي فاتت دي انهى صفقته لبيراميدز، انهى انتقاله لبيراميدز. مهند لاشين طبعا لاعب طلائع الجيش ولاعب منتخبنا الوطني كان على رادار الاهلي ولكن انتقل لبيراميدز. محمد حمدي برضو لاعب بيراميدز كان على رادار الاهلي، خصوصا ان عقده ينتهي مع بيراميدز نهايه الموسم، ولكن هو كان منتظر يشوف علي معلول هيعمل ايه، لان هو زي ما انت حضرتك عارف ان هو بيلعب باك ليفت، فهو ان هو يجي وعلي معلول موجود كانت فرصه لعبه هتبقى صعبه. فبالتالي بمجرد اعلان علي معلول تجديد عقده مع الاهلي، محمد حمدي استقر برضو على تجديد عقده مع بيراميدز. طيب الزمالك هيبيع او هيشتري ولا هينتظر لحين الانتخابات؟ مفيش شراء، الزمالك ما عندوش شراء، لان الزمالك زي ما حضرتك عارف برضو ان هو الانتقالات عنده موقوفه طبعا بحكم من الفيفا، بسبب طبعا الديون اللي عليه لبعض اللعيبه وبازمه طبعا لاعب حسام فيصل والمشكله اللي حصلت. فبالتالي الزمالك كده كده مش من حقه يشتري لعيبه. برضو فكره خروج اللعيبه هتكون في اضيق حدود، ما فيش لعيبه هتخرج الا في اضيق الحدود، لان طبعا طبيعي بدل انت مش هتشتري لعيبه او مش هتقدر تتعاقد مع لعيبه، فبالتالي فكره بيعك للعيبه هتكون قليله. ولكن انا باكد لك برضو ان في لعيبه كتير جدا في الزمالك عندها عروض، سيد زيزو طبعا جاي عنده عرض من الاهلي السعودي، الونش عنده اكثر من عرض، بس المشكله دلوقتي في الزمالك مش في الصفقات، المشكله في الزمالك في تجديد العقود اللعيبه اللي عادها هتخلص. زي بن شرقي، بن شرقي مكمل ولا ايه؟ لا بن شرقي يعني لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي الاقرب رحيله، الاقرب هو رحيله طالع على الاهلي. في كلام طبعا مع الاهلي، ولكن المشكله في الاهلي ان الاهلي يوسف عنده مشكله ان هو ما بيحبش يخترق سقف رواتب العقود، دايما عنده سقف معين ما بيحبش يختاركه. بن شرقي معاه مثلا لحد 1.5 مليون، لو وافق على الرقم ده ممكن يكون في الاهلي، ولكن هو طموحاته اعلى من كده، وهو بالفعل عنده عروض من بره، عنده عروض في قطر وعنده عروض في الامارات، فبالتالي لو العروض دي صحت وعنده حق عرض بقى يعني الظل قوي جدا، وانا باكد لك العرض ده من الدحيل القطري، لو الارقام دي هياخدها هتبقى مثلا زياده مثلا 800 ألف دولار او 1 مليون دولار، هيكون واجهته بره. ولكن لو شايف يعني ما جالوش عروض بالارقام دي، اعتقد ان الاهلي هتكون واجهه متوقعه جدا لاشرف بن شرقي، خصوصا ان هو يعني مش حابب يكمل في الزمالك، مش عشان اي حاجه خالص غير ان هو شايف ان في ازمه ماديه في الزمالك. فبالتالي هو اللعيبه المحترفين دايما كل تفكيرهم بيكون في الفلوس، يعني اي لعيب محترف هو بيلعب الكوره عشان الفلوس، فبالتالي لما بيحس ان ممكن الفلوس في مكان تكون
مش متوفره بشكل زي منتظم او بشكل اللي هو عايزه، على طول بيفكر زي ما حصل مع فرجاني فاتي يعني. ده حصل قبل كده نفس السيناريو تقريبا. فبالتالي هل بقى هو يرحل بره مصر او جوه مصر؟ ده هيكون مرتبط ببن شرقي والعروض اللي هتجيله. لو جاله عرض يفوق عرض الاهلي او برقم كبير هيخرج بره مصر. لو ما جالوش العروض دي ممكن الاهلي يكون واجهه محتمله كبيره لاشرف بن شرقي. اللي اكده لك ان اشرف بن شرقي على رادار الاهلي، والاهلي طبعا عايزه، لان اشرف بن شرقي ما فيش نادي في يعني في الشرق الاوسط كله مش هيكون عايز اشرف بن شرقي. لعيب كبير ولعيب يملك امكانيات كبيره، فبالتالي اكيد الاهلي عايزه. برده الزمالك عنده لعيبه ثانيه كتير برده عقودها لسه عايزه تتجدد، زي طارق حامد طبعا، عبد الله جمعه، يعني محمد عبد الشافي، في لعيبه كتير جدا، في لعيبه طبعا ادت مرونه للتجديد، وفي لعيبه عندها مشكله، في برده مصطفى فتحي مش عايزين نغفله برده. مصطفى فتحي في محاولات دلوقتي لتجديد عقده واعارته لنادي التعاون السعودي. يمكن مصطفى فتحي التعاون السعودي كان عايز يشتريه ويشتري 6 شهور المتبقيين في عقده مع الزمالك، ولكن الزمالك بيفضل ان هو يجدد عقده ويطلعه اعاره. هو طبعا فكره التعاون السعودي، الزمالك محتاج مصطفى فتحي، ولكن بسبب الازمه الماديه الزمالك بيحاول ان هو يجدد عقده وفي نفس الوقت يطلعوا اعاره للتعاون السعودي عشان اللاعب يستفيد ماديا، وبالتالي يكون ضرب عصفورين بحجر، ابقى على اللاعب في ظل وجود ازمه ماديه عنده، وفي نفس الوقت اللاعب خد الفلوس اللي هو عايزها من فتره الاعاره اللي هيطلعها. مصطفى فتحي يمكن هو رغبته الاولى الزمالك، رغم ان كان في برضه كلام من احد الوسطاء الاهلاويه، وسيط اهلاوي، انا بتكلم كلام دقيق، وسيط اهلاوي يعني وكيل بيتكلم بلسان الاهلي، اتكلم مع مصطفى فتحي، ولكن مصطفى فتحي ما اداش مرونه كبيره ان هو ممكن. طب للمزيد من الدقه، مين هو الوسيط؟ وكيل احد الوكلاء، يعني احد الوكلاء اللعيبه، وكيل مصطفى فتحي، هو وكيل مصطفى فتحي هو احمد يحيى، كلمه وكيل تاني من النادي الاهلي، يعني مش هقدر اقول اسمه، بس هو وكيل تاني برضه كلمه على اساس ان هو ممكن مصطفى فتحي يكون موجود في النادي الاهلي. ولكن مصطفى فتحي رغبته الاولى لو طبعا هياخد برضه فلوسه، او لو هيضمن ان هو ياخد رقم كويس، لان مصطفى فتحي عقده منخفض جدا في نادي الزمالك، يعني لا يستقي 3 مليون جنيه دلوقتي. فبالتالي هو حابب ان التجديد اللي جاي ده يكون برقم كبير، يعني هو كان بيطمح ان هو ممكن ياخد من 8 مليون ل 10 مليون جنيه. فبالتالي المفاوضات شغاله دلوقتي بينه وبين اداره الزمالك، وفي نفس الوقت في مندوب برضه من التعاون السعودي موجود في مصر في الفتره دي لانهاء برضه صفقه مصطفى فتحي. انا كان لازم اطلع العب كوره. انا بشكرك جدا 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 جدا، مش كده بالذمه يا عراقي، مش كنا لعبنا كوره ابرك؟ اشكرك جدا محمد عراقي الناقد الرياضي المعروف، كل الشكر ليك على مش بقى المداخله لكن على هذا التحليل والانسايتس اللي اديتها لنا في ما هو متعلق بصفقات البيع والشراء ما بين الانديه المصريه وبعضها البعض، او حتى بيع لاعبين الى الخارج، سواء اذا كان لاخواتنا العرب او الى النوادي التركيه او اوروبيه ايا كان. نفسي اعرف يا اخي بيعرفوا الحاجات دي منين؟ يقول لك فلان كلم فلان في التليفون وقال له. طب عراقي عرف منين؟ عارف لو عندي وقت ما كنت سبته.